عوالق ترابية في مناطق مختلفة وإشباع مغبرة في جنوب المملكة وارتفاع على درجات الحرارة والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة وتكون هنالك رياح نشطة في مناطق الجنوبية، وكما نشاهد هنا في خرائط سرعة هبات الرياح الواردة لدينا في مركز طقس العرب نجد أن الرياح تنشط وتكون هنالك رياح نشطة في منطقة الربع الخالي من المملكة تعمل على إثارة الأتربة والغبار في ساعات نهار يوم الغد بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء مغبرة ودرجة الحرارة تصل إلى 28 وسرعة الرياح إلى 15 كيلومتر في الساعة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، حيث يكون يوم الخميس والجمعة درجات الحرارة من 42 إلى 43 درجة مئوية والأجواء صافية، فيما ترتفع درجات الحرارة أيضا يوم السبت لتصبح 44 درجة مئوية نهارا، أما ليلا تبقى ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة ونبدأها شمالا. 26 الأجواء حارة، في عرعر كذلك الأمر من 38 إلى 26، في تبوك من 37 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في مكة المكرمة من 43 إلى 29، في المدينة المنورة كذلك الأمر من 44 إلى 30 درجة مئوية، في جدة من 36 إلى 29، في الطائف من 34 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في أبها من 32 إلى 19، في الباحة من 30 إلى 21، في جازان من 35 إلى 28 درجة مئوية. في الدمام من 40 إلى 29 أجواء حارة، في الإحساء من 44 إلى 30، في حفر الباطن من 42 إلى 28 درجة مئوية. في الرياض من 42 إلى 29، في بريدة من 43 إلى 28، وفي حائل من 39 إلى 27 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.